ابني أمير سمير. هذا التوثيق خطأ، هذا التوثيق فولجر. ويب فيرجن لاست اكسست اون 30 سبتمبر 2022. هي السنة الدراسية مالتنا بدأت ب 2023 شهر التاسع، انتو داومتوا بالعاشر، بالدعاشر وزعنا المواضيع، واحنا بعدنا ب 2023 شهر الدعاش. شو وقت بديتوا تراجعون المشرف واخذتوا المواضيع؟ فاحنا كن هذا كان ب 23 وبعدين 24، احنا هسه ب 24 شهر فشلون انت اخر مره دخلت على الموضوع؟ يقول last accessed on 30 سبتمبر 2022، دخلت بال 22 بشهر التاسع 30/9. فهاي انتبه عليها ابني، هاي منين جايبها؟ بعدين مو هيك يوثقون فولجر ويب فيرجن. نشوف المصادر، حرف الاف شلون مسجلها فولجر؟ ما موجوده فولجر ابني. اول شيء هذا موقع الكتروني، انت دا تقول لاست اكسست يعني صار عليها ريتريفد استعاده. زين وين الرابط؟ كل هذه عباره عن كتب. هاي اذا هاي معناها اني افهم انه هاي المصادر وهميه تصفيط؟ ماكو. هسه هذه يعني مجله نمبر بيها، يعني تدخلت على هاي المجله؟ دخلت على هاي المجله، زين وين الرابط؟ وينه؟ ناسي تخليه؟ لو وهمي هاي يعني هاي المصادر وهميه هسه نشوف. فتخليني الفولجر وينها؟ الفولجر مو هيجي تتخلى. هاي ريتشارد الثيرد انت تقول بلاي، فالبلاي هاي شيلها، هاي شيلها العلامه غلط، ماني ما ينحذف عندي لان هذا بي دي اف، وهاي هم تشيلها، وهذه ريتشارد الثيرد تحولها مائل، خط مائل وهكذا. بس من تقول ذا كاركتر اوف كينج ريتشارد الثيرد، هاي شخصيه فيبقى كما هو. عند وهذه ايضا، هذه المسافه هوايه، هاي هوايه ضاغط اكثر من انتر. بعدين هاي الجملة مكملانة اللي هي انت يعني ما بادي لازم تترك مسافة منا تبدي، مسافة تقريبا وهمية خمس حروف، مو انت تنقط، لا هي مجرد بالورد تظلل، يعني تظلل هذا الكلام كله، وبالورد عندك مسطرة تسحب السطر الاول، فكل سطر اول، كل باراجراف السطر الاول حينسحب. هاي تنسيقات يعني ضرورية مهمة حتى بالعربي. عندك هذه الجملة ناقصة in the first section. The researcher dealt with the historical. ليش dealt؟ ليش dealt؟ بعد هذا المفروض الابستراكت مضارع ينكتب، ف deals with. deals with تحول هذا ال past إلى يعني present. وresearcher غائب فتكتب deals with the historical background of William Shakespeare's play Richard III. تخليها مال وشيل علامات التنصيص. and the character of King Richard III in particular. وين النقطة؟ فهاي تخلي نقطة. In the second section okay. هاي كلمة كوارتو لازم تعرف يعني شنو كوارتو. انت كاتبه هنا اللي هو الابستراكت title page of the quarto، يسألوك على كوارتو، كلمة يعني مهمة انت مستعملها. هنا أنا موجودة، هنا موجودة وينها؟ فتبدي تقول لنا يعني شنو كوارتو، تبدي تقول لنا يعني شنو كوارتو. ومنين تقول؟ تروح على جوجل تكتب كوارتو اوف شيكسبير، حيظهر لك هذا التعريف بشيكسبير دوكيومنتد، واكو هواي مواقع يعني. فوليو يعني شنو؟ وكوارتو يعني شنو؟ انت هم ذاكر فوليو فلازم تعرفهن. تسوي لي هامش، تسوي لي هامش هنا اسفل، أسفل هنا، أسفل هاي الصفحة اللي أنت مستخدمها بهاي الصفحة أنا قريتها اللي هي صفحة خمسة. فهذا يعني المفروض ينشال لأن حتسوي هامش. يعني شنو هامش؟ يعني المصدر تكتبه هنا. شلون تسوي المصدر؟ تسوي المصدر إنه وين أكو كلمة كوارتو؟ وين موجودة؟ لاحظ أنت ذاكرها، ذاكر كلمة فوليو، فيرست فوليو، ذاكر كلمة كوارتوز. فتخلي مثلا فيرست فوليو تخلي نجمة، تخلي نجمة هنا. طريقتهم ما يخلون نجمة، يعني هذه النجمة تكون سوبر سكريبت أعلى،
ترتفع أعلى. يعني شلون أنت عندك بالوورد، سأشوفك وورد مثلا، هذا المقطع خلي ناخذه، هذا المقطع ناخذه، لنشوف يقبل الوورد نسخ من البي دي اف. شوف طيب هسه شو نسوي، هذه اللي قلت لك عليها المسطرة تسحبها، تسحبها خمس نقاط. هسه أنت عندك فقرة مرتبة، نجي على كلمة كوارتو وفوليو، هذه فوليو أول وحدة، شو هنسوي؟ ندوس شيفت نجمة، كتبنا نجمة، شو نسوي لها هاي النجمة؟ نختار هذه، هاي هنا نقرب النجمة للرقم للكلمة. هسه هذه النجمة الأولى معناها أني راح أشرح، فالقارئ مني يشوف هاي النجمة معناها بدون ما أسويها لا ما خط يعني غامق ولا أي اختيار آخر ولا ألونها. بعدين قايل هذه الأخرى أيضا نخليها هنا النجمة الثانية. زين نخلي نجمة واحدة؟ لا نخلي نجمتين، ليش؟ حتى نميزها عن هذه، هذا الهامش رقم نجمة، هذا الهامش رقم نجمتين. نجي أسفل، نجي أسفل، طيب نخلي خط، بعدين نخلي النجمة نفس الطريقة أيضا، هذه النجمة احنا مختاريها سوبر سكريبت، نتأكد من النجمة الثانية أيضا هي سوبر سكريبت لو لا، والنجمة الأخرى هذه نسويها بهاي الطريقة. هذه النجمة الأولى اللي هي تعريف الفيرست فوليو، طبعا هاي اللي انضغطنا انتر نرجع من جديد، لازم تتأكد لأن ماكو لو نقطة، ماكو نقطة، يا إما أرقام ولا هذه الأرقام تمشي على البحث كله، يعني حتى هذا ياخذ رقم، هذا هنا نخلي رقم. أنت ما عندكم نظام الأرقام، هسه نظام الـ API هم يريدون، اللي هو هذه اللي بين قوسين هلاليين. هنا أيضا خلي فارزة الـ pages ما نكتبها، شوف الـ pages ما نكتبها، نسوي نقاط رأسية بس. ها فهنا تعرف شو تسوي أنت، طبعا هذا بقى سوبر سكريبت، شوفه ترجعه، تكتب التعريف، تكتب الديفينيشن او فوليو، يعني شنو فيرست فوليو، از، وتكتب. نجي على الموضوع الثاني اللي هو ايضا هذه النجمتين كوارتوز، هسه راح نكتب كوارتوز، نرجع هذه كوارتو. انت منين تاخذ التعريف؟ اما من القاموس، اما من الانسايكلوبيديا، اما من الجوجل، جوجل سيرش، فهذا عرفه فينطيك هذا التعريف. تدخل على الموقع شيكسبيريان دوكيومنتد او اي موقع اخر، وهنا شوف حلو منطيك بعد شرح اخر، الموقع اسمه شيكسبير دوكيومنتد، وهذا الرابط هياته، هذا اليو ار ال، هذا اسم الموقع بدل اسم الكتاب. نشوف عندنا كاتب، اذا عندنا كاتب ما موجود. زين اني من البدايه بدي يعني اعرف، لا هذا التعريف اللي هو مظلله بهذا اللون ممكن انت تاخذه، عفوا ممكن تاخذه بعدين تنسخه، تكتب كوارتو او اكوارتوز، خلي نشيل كلمة كوارتو. هذا كله شو تسوي له هيجي، لانه مو كلامي. مثلا خلي نقول انت اذا تريد تعدل او تحذف، هذه ايش حنسوي لها؟ نسويها وحدة، ليش وحدة؟ ما يصير اثنين داخل اثنين، يعني اقتباس على تنصيصين داخل تنصيصين، هو هذا التنصيصين الأصلية. فإذا عندي كلمة مقتبسة مرة ثانية بداخل الاقتباس أخليها علامة واحدة. هسه نجي نكتب
هنا الطريقة حت تكتب لنا شنو فولجر، هذا اكتب هذا اللي هو العنوان plays in print، عنوان المقالة plays in print، هذه حتصير بدل اسم الكاتب. فتكتب plays in print، بعدين تكتب السنة، التاريخ. التاريخ منين ناخذه؟ زين وين الرابط ما كتبه؟ لا ما نكتبه طبعا، الانترنت ما بيرق ارقام صفحات. شوفوا هذه قد، هذه الفوليو مالته هيجي كان شكلها، فيرست اديشن، الطبعة الأولى أول ما طبعها. فنجي على التاريخ نشوفه، ندوره هنا، إذا ما لقيناه هنا يوديك على لايبراريز، طبعا يوديك على روابط أخرى، شيكسبير دوكيومنتد education، هذا تعليمي. نشوف الموقع، من الموقع أيضا ممكن ناخذ السنة إذا ما لقيناها أسفل الصفحة. جود، شوف هذه، حاول أكثر من محاولة. هاي مراسلة، ماخذة من فولجر، أيضا ماخذة من فولجر. نضغط عليه فولجر، حيوديك البي دي اف، ما احنا ما نريد بي دي اف، ما نريد بي دي اف. تحاول تبحث على التاريخ ابني، اذا ما لقيت التاريخ تكتب تاريخ اليوم، انت شو وقت استرجعتها، بس هذا واحد عن تاريخه هو، الموقع تاريخه هو. شوف ابني انا لقيتها بفولجر، يعني من ضغطت هنا هذه شيكسبير دوكيومنت، ضغطت على فولجر يقول هي كونفند باي فولجر. فخلص احنا مدام ما لقينا سنة، حتى رحت على ريسورسز، رحت على اباوت، ما لقيت. المفروض السنة تكون باسفل الموقع، ما موجودة. فمن ضغطت على هذه فولجر ظهر لي هذا الموقع، فهذا الموقع انطاني هاي السنة. شوفها كوبي رايت، حقوق النشر من 96 إلى 24 2024. فإحنا نكتب 24 هي فولجر شيكسبيرز أو شيكسبير لايبراري، هذا نكتبه. وين حنكتبه؟ هنا أنا. فالمقالة نرجع من جديد، المقالة اسمها بلايز أعتقد، نعم شيكسبير دوكيومنتد، هذا اسم الموقع. هذه اسم عنوان المقالة plays in print، هذا التعريف موجود هنا، معلومات، واكو عنده معلومات أخرى. فناخذها نكتب plays in print، نخليها بين علامات اقتباس، ليش؟ لأن هاي عنوان مقالة، هذا مو اسم كاتب. و2024 قلت لك عليها من فولجر. خلصنا، نسد القوس، نخليه نقطة. بعدين شو نسوي؟ نظلل، نختار الخط اللي احنا متعلمين عليه بالخط البحوث هذا. المسافة أيضا هذه اللي قلت لك عليها بالأبستراكت، انتخل مسافة زايدة، فهذه تنضغط، لأن هاي تختلف عن هذه. هذه مو بس تنضغط، هذا كله يصير خط، ما الخط يكون أصغر، خطه يصير 12 ويكون بهذه الطريقة. واضح؟ هسا احنا قلنا لهم، هسا احنا هذا المعلومات أخذناها من هذا الموقع. نجي بالأخير نريد نسجل هذه المعلومات، المفروض بصفحة المصادر نسجل هذه المعلومات. حناخذ هاي المعلومات كشكل أولي نسجلها. أنا عندي هنا أنا صفحة مصادر، هاي الترتيب مالتها إنه هي تكون بيبليوغرافي بالوسط، بعدين نجي هنا نشوف الترتيب بالعكس، يعني هاي المسطرة هاي للسطر الثاني، هاي للسطر الأول. شوف هاي للسطر الأول. خل نكتب، احنا عندنا الموقع، كتبنا plays in print، حشيل القوس ما احتاجه، السنة ابقيها لانه السنة بين قوسين، هذا ايضا ما ماشي على الخط، المفروض كله times new romans. بعدين اجي اباوع على الموقع مالتي، الموقع اسمه شيكسبير documented، هذا لازم اكتبه. فهنا نكتب، ما عندي كاتب، أسوي إيتاليكس، منين هاي إيتاليكس؟ هاي إيتاليكس، شوفوا هاي إيتاليكس،
تضللون او تختاروها وتكتبون يكتب لكم، او تكتبون نسيتوا ظللوا اللي كتبتوه واختاروا. فنكتب شيكسبير دوكيومنتد فول ستوب، كملنا هسه بعد ما نحتاج نرجعها عدنا، نكتب URL، URL كله كابيتال لازم. شنو يعني URL؟ يعني هذا الرابط. كنترول سي ناخذه، شوفوا مو احسن تتعلمون. كنترول في، ليش هيجي صار؟ هيجي صار لان احنا مختارين justified low، احنا مختارين هاي justified low، ها هي كمل، كتبنا كل المعلومات. الرابط ما ينكتب، ينسخ، لانه بيه رموز، وهاي الرموز اذا اختلف واحد منها ما نقدر نرجع لها. هسه خلي نشوف اني اقدر احصل المقالة من خلال الضغط على هذه، خلي اشوف. كنترول سي، عفوا، نعم كنترول سي، خلي نشوف هذا جوجل، نختار صفحة اخرى، نكتب بالبحث نعم جاء هنا هياته بلاي رايت اكتر، يطلع لي الموقع، اختار بلايز ان برنت. نحذف السنة نجرب، احتمال السنة هي اللي ما دلتنا. زين بلاي رايت اكتر، او نكتب شو نسوي؟ نكتب كوارتو. هياته. فاذا كاني بالبحث كان المفروض مو فقط اخذ الرابط، يعني هذا هذا بلايز ان برنت، فنضيف كلمة كوارتو بلايز ان برنت، خلي نقطتين كوارتو، خلصنا. هسا احنا نندل المكان، تمام. هذه طريقة تسجيل رابط الكتروني. فاللي انت سويته عندك هنا، اللي انت سويته فولجر كاتب، هذه فولجر ويب، واني ما لقيته. ليش ما لقيته؟ هاي بكل بساطة لانه ما لقيت رابط وما لقيت فولجر ولا لقيت عنوان المقالة، فهذا غلط، هذا هنا أنا غلط، فتروح تكتبه. فنكتب فولجر وحدها ما تكفي ابني، لان هو الموقع كله اسمه فولجر، لاحظ الموقع كله اسمه فولجر شيكسبير لايبراري. فمن تقول لي فولجر، اي شيء بفولجر، هم عندهم الاف المقالات، لاحظ الاف المقالات، فاي وحده من عندهم، الاف الكتب، بحث وفيزيت، هذه كلها، هذه تيتشينج، هاي الاكتشاف، هاي البحوث. فلهذا انت تسجيلك خطأ. هنا اني تصورت بالهيستوريكال باك جراوند، حتكتب على تاريخ ريتشارد في بريطانيا، ريتشارد الثالث في بريطانيا، لكن شنو اللي لقيته؟ لقيت انه انت كاتب على النسخة، نسخة ريتشارد الثالث، ما يخالف، قلت انه هي من يا كوارتو من يا فوليو، مهم ما بيها شيء، لكن انت رابطها بنسخ اخرى، تيودر فيرجن، هيجي رسم او هيجي صور ريتشارد، بعدين الاديشن الجديدة كتبوا هيجي عليها، بعدين investigating the plays rather complex generic classification. هذه بقيها، هذه بقيها، بس قبلها قريتها تنمسح، ما يخدمنا، يعني هنا مغيرين مسوين هذا زوج هذه وهذا، هذا ما يفيدنا ما يهمنا، يعني احنا نريد ان من تقول historical background يعني بالتاريخ الواقعي اللي عاشته بريطانيا او الشعب البريطاني اللي مع هذا الملك، ايش كان هذا الملك، شو كان وضعه، وممكن تقول التغييرات اللي غير عليها شيكسبير، يعني مثلا جوليوس سيزر شيكسبير خلى
جوليوس سيزر ويوليوس قيصر، هذا الأمير الإمبراطور الروماني خلاه أطرش، هو بالحقيقة غير أطرش. هاي واحدة من التغييرات، وتغييرات أخرى، فهو هذا اللي قصدك به historical background. كل اللي سبق كلام فلسفي وما يرتبط ارتباط وثيق بموضوع الليدرشيب. يعني مثلا شوف هنا النقاد هذا جرين بلات and his critics noted they didn't note، يعني neither هذا الشخص nor his critics جرين بلات nor his critics noted the very center is a central play in Tyrant Shakespeare inserted a dialogue on the very questions يعني قضايا on whether historical documents give later generations access to the past، يعني هل ممكن هذه تعتبر document للباست؟ ما حد أكد هذا الموضوع. How these documents should be interpreted وكيف يمكن تفسيرها. In this article I غلط the researcher لا I we you our كذا مثلا our book our research هاي ما ترهم هاي reflexive pronouns وال addressing pronouns that addresses oneself هاي ما ترهم، لازم تستخدم مخاطب مجهول، مخاطب غائب، مخاطب مجهول، هي يعني تستخدم the researcher. زين شلون اقول عن نفسي؟ اقول the researcher، اقول the writer of the paper. To the question of historicism versus presentism by pointing towards the mediality of historical knowledge. هذا كله ما له علاقة ببحثك. كل هذا ما له علاقة ببحثك. لاحظ شوف self casting، يعني هنا ندى يفرض نظرية انه شيء انه ريتشارد ذا ثيرد هو ممثل بالتاريخ. يعني شنو ممثل بالتاريخ؟ يعني قام بدوره حاله حال اي شخص اخر عايش بهذا التاريخ، لكن طبعا لانه تاريخ موثق مو انسان عادي، ملك سيء او غير سيء، المهم هو قام بدور، فهم دا يفرضون فرضية. هذا انت مو يمك هذا الموضوع، هذا مو يم العنوان، هذا يعني الموضوع بعيد عن العنوان. العنوان انه انت تحلل الليدرشيب، تحلل الليدرشيب، توصفها كيف موصوفة بالمسرحية، ما هو رأي الكاتب عن الليدرشيب، عن الكينجز، عن البرنسز، عن الميليتري ليدرز، من خلال كلامهم هم عن نفسهم، من خلال واحد ثاني، واحد يتكلم عن الثاني، واحد يوصف الثاني، هل كان قيادته مناسبة، هل كانت قيادته وبال يعني شؤم على الشعب أو على البريطانيين في تلك الحقبة. عندك شغلة واحدة هنا self-aware artificiality، يعني هي المسرحية بيها تصنع، مو هذه المقدمة المفروض تكون. المفروض تكون منو كينج ريتشارد ذا ثيرد، يا سنة حكم، يا سنة قاد البلد، وفاته، حياته شو وقت، وفاته شو وقت، حسب عنوان السكشن historical background. فهذا حذف، هذا حذف ما لك علاقة بدي، ما مو من الموضوع مالتنا، هذا حذف لأن هو يقول هل لها علاقة بالhistorical events؟ يعني احنا لا، هو احنا قلنا الهيستوريكال ايفنتس حتى نبدي ننطي فرضيات، كيف عولجت the effect of this kind of a treatment can often be to relate the place compression of historical timelines and its divergence from them to an effect of dramatic characterization. انا متأكدة انت ما فاهمه، انا متأكدة هذا النسخ اللي انت ماخذه وكاتبه ما فاهمه، هذه كلها ينشال ما يفيد، هذه مو historical background، انت ما قلت لنا من هو ريتشارد، هذا ينحذف. تمام، هسه هاي كانت صفحة 5، صفحة 4، هذه كلها ما يفيد. فهسه قول لي ريتشارد حياته ووفاته، الحقبة اللي حكم بيها، مدة الحكم، عنده أولاد بعده صاروا ملوك أو أمراء، ولي عهد كذا،
القادة مثلا، العسكريين، المستشارين، إذا هم موجودين هنا بنفس المسرحية. هذا ابني دراسة المسرحية من وجهة نظر معاصرة contemporary tendency ما تفيدك أيضا. ليش؟ باوع هو وين دخلها؟ فأنت لو قاري الكلام كان عرفت دخلها بالجندر. هاي نقطة. النقطة الثانية يقول هي تراجيك لو هيستوريك، يقول هي هيستوري لو تراجيك. هي الاثنين، هي تراجيك هيستوري. مو هسه احنا نجي نقول لا هي مو هيستوري ولا هي تراجيك، ما دام اكو بالاخير قتل موت، هذا تراجيدي لو مو تراجيدي. حتى اذا كان هذا الملك سيء، شيكسبير ما عنده خير ينتصر على الشر. شيكسبير يصور لك الواقع، يصور لك التاريخ، هو يغير تغييرات معينة من أجل التمثيل، من أجل المسرح، من أجل يعني إيجاد إثارة عند القارئ أو عند المشاهد. لكن هي مو مسألة خير ينتصر على الشر. لا، مع هذا هو موجود بهاملت، موجود بالأخير الأمير اللي صاحب القرار، اللي هو أنطى لمحة إيجابية، إجا برنس أوف دنمارك اللي بهاملت. هنا عندك بغيرها أيضا موجود، هنا أيضا عندك. فتنطيني بالأخير إيش صار، تنطيني الملخص. The tragedy of Richard the third. Richard the third تكون مائل. The tragedy of... وإذا هو العنوان كله اسمه The tragedy of Richard the third، كل العنوان يصير مائل، لأن هو يقولون Richard the third بس هي بيها تكملة إذا تجي على النص الأصلي مالتها، أو بالنصوص عادي المنهجية اللي موجودة، بس الناس تسميها ريتشارد ذا ثيرد معروفة. مثل هذه، شلون هذه خط مائل. من تتكلم أنت دا تقول لي بسكشن 2 يا قارئ أني حتكلم عن ريتشارد ذا سينجر، غير تنطيني ملخص المسرحية. ملخص المسرحية بأربع أسطر، وإذا هي بيها تشابك يعني أو تداخل بالأحداث وعوائل كثيرة ممكن تزيد 6 أسطر ممكن. لكن بالبداية تبدي بتقول لي ريتشاردز كرايمز سيمباثيتك وومن، هو هي القصة ما مذكورة، فهذا كله حيكون غامض للقارئ ما فاهمه. بالبداية انطينا ذا ستوري اوف ريتشارد ذا ثيرد كذا كذا كذا، بعدين تبدي تقدم لنا الشخصيات الرئيسية اللي قامت بدور قيادي. تمام، هذا اللي المفروض من عندك. رجعت من جديد تتكلم بهذا الموضوع، theatrical convention، كيف قدمت للمسرح. ما نريده، ما نريده. احنا شغلنا مو ويا المسرح، مو ويا التمثيل، هم شغلهم مادي، هو يريد ياخذ النص ويستفيد منه حتى يكسب منه مال. انت تدفع فلوس بطاقة واني ادفع فلوس بطاقة، كم جمهور، كم شخص قاعد بالمسرح، كم شخص قاعد بالملعب، كم شخص قاعد بالسينما، هاي كلها فلوس، هذا استثمار. فهم هذا شغل الكونتمبرري ستاديز، تريد تحول كل شيء استثمار وفلوس. شيكسبير من كتبها ايضا كان يفكر بالمال، بس كان يقدمها بالمسرح، وايضا قام بتغييرات معينه. خلاص هذا هو النص، فانت تشرح لنا، تقول لنا النص قصته شنو، قصه، بعدين وبعد القصه تبدي بالشخصيات، تبدي بالشخصيات الرئيسه. وهذا ممكن انت ما تقدر تشابك بين الشخصيات، صعبه عليك، فانت شو تسوي؟ تنطينا شخصية ريتشارد ذا ثيرد اللي يدور حوله، شنو حيثيات القيادة مالته، هل هي سلبية، هل هي ايجابية، هل هي بناءة، هل هي هدامة، وهكذا. كيف نصب، كيف صار ملك، اكو قصة عن كيف تم تنصيبه، كيف تم اختياره، هذا ايضا ينذكر. وهكذا الشخصية اللي بعدها، هل يوجد عداوة، enmity between enmity between him and someone else، هذا ما ذاكرنا إياه. The conclusion to be drawn from this situation is that Richard the accords with one of the main cultural premises associated with drama from the period. تلاحظ الكلام نقدي إلى جهة متجه مرة أخرى، كلمة artificiality هذه مقالة واحدة أنت ماخذ من عندها إلى وجهة نظر، فترجع للمقالة، لأن أنت هنا ذاكر لي أكثر من مصدر. هذا جان إي
وعندك هذا ويجاند، فشوفه هو شنو موضوعه او انطيني مقاله. زين نجي على الليدرز، هذا ماكو داعي، هو The Tragedy of Richard II Analysis of Analysis، تكتب لي هذا السكشن، تكتب عنوانه Analysis of Leadership in Richard III، تسويها Italics، Richard III تسويها Italics Analysis of، يعني بهذه هسه اكتب لك اياها. فهذا An Analysis، يعني Section 2 نقطتين تبقى، An Analysis of Leadership ان ريتشارد ذا ثيرد، هذا هنا أنا ما يخليني اسويها ايتاليكس، ما عنده هاي الامكانيه، فانت تخليها، فهذا بدل هذا. وهذا السكشن وبعد ما تنطي الملخص، من تنطي ملخص المسرحيه، تعرف ان القارئ القصه، انت تكتب للطلاب، طلاب ما يعرفون، فهي ما هي القصه، فتنطينا ملخص القصه، بعدين وراها تبدي بالشخصيات، تبدي بالثيم، شنو الثيم، منو اللي قام بهذا الدور، مقدمة، تمهيد، داخل، مو مقدمة للبحث، لا هو عن الموضوع نفسه في هذا السكشن. فهذه leading characters شيلها، هذا section 3، وهم هذا مع ده، تلاحظ ماكو اقتباسات. هسه أنا بصفحة 21 أريد اقتباس من المسرحية blood lust. زين هذا نفس شغلة آية خايل 25، نفس شغلة الطالبة آية. هذا 25 اللي وضحته لك هنا نظام انه احنا نسوي هوامش، نسوي هوامش اسفل النص، يعني هذا نصي، هذه الصفحة مالتي، هاي الهوامش تكون اسفل. مثلا احنا كتبنا هاي، طبعا مجال، خلينا نشوف انه احنا مثلا بدينا هنا، هاي بداية الصفحة، جيت وصلت كملت الشرح، أنا عندي كل موضوع ذكرته وأريد أوثقه، إما أوثقه إما أذكر شرح عليه. هذا مثلا فوليو وكوارتوز مذكور لازم كشرح، أنا ما يخدمني بداخل البحث أذكر الكوارتوز، مو شغلي. هذا تابع للعنوان، أسأل نفسي هذا تابع للعنوان، إذا تابع للعنوان أكتبه، إذا ما تابع للعنوان ما أكتبه. هذه وحدة. بعدين وأكو الطريقة الأخرى اللي هي طريقة الأرقام، يعني أنت مثلا هسه ذاكر هذا المصدر، ممكن نمشي على طريقة الأرقام. هسه أنت إيش قايل وينها 25، يعني شنو هاي 25؟ أنت تعرف هاي شنو 25؟ هذه 25 إنه الكاتب ذكر فكرة أو اقتباس، عدل عليها كاملة فصارت بارافريز، أو ذكرها هي كاملة، نفث مثل ما هي نسخ. ذكر المصدر، المصدر 25، هذا المصدر 25. المفروض أني من أشوف هذا الرقم، المفروض أني أرجع بنهاية البحث أدور بالمصادر على رقم 25. معناها أنت عندك notes، يعني شنو notes؟ يعني شنو notes؟ يعني هوامش، هاي نوتس، لكن انت ما عندك نوتس، ايش صار؟ عندك فقط references، يفيد؟ لا ما يفيد. فاذا هاي ال 24 هسه وين نلقيها؟ وين نلقي 24؟ حتى بالهوامش ما موجودة، يعني اسفل الصفحة ما موجودة. فهذا هو اللي هو النسخ الاعمى يسموه. فهاي ابني تشيلها، هاي ال 25 تذكر لنا المصدر منه، تذكر لنا المصدر منه، شيل ال 25 واستخدم هاي الطريقة، طريقة الـ APA، أو ترجع كل البحث على نظام الأرقام. ما يجوز نوعين نظام توثيق، هذا نظام التوثيق اللي عندك يسموه ترابيان، وهذا النظام اللي أقواس هلالية يسموه APA. الفقرات عندك ما منتظمة، يعني ترتيب الفقرة ما منتظم. لاحظ هناش قد تارك مجال قبل شيكسبيرز كونتنشن، ولاحظ هناش قد تارك مجال in this passage. يا باسج، نفس الوضعية مع الطلاب الآخرين، ما يجوز تبدي بمجهول،
ما يجوز، هاي فقرة جديدة يعني شنو؟ يعني خلص أنا حبدي موضوع جديد. فمن أنت تبني موضوع جديد، يصير هذا الموضوع الجديد يشار له بمجهول، فكرة نوع آخر. خلصت كملت خليت نقطة، ما راح أكمل ويا هذا السطر، لا حبدي فقرة جديدة، هاي نيو باراجراف يسموه. فابني بالنيو باراجراف، ما يصير أبدي بهي وشي وذي وذيس. يا باسج انطينا الباسج in one of Shakespeare's passages or in one of the passages. وأصلا هو Shakespeare's Richard the Third ما مكتوبة باسج، هي يعني مسرحية مكتوبة بلانك فيرس، مكتوبة بلانك فيرس. فهسه وين هالباسج؟ هذه الباسج الفوق هذه. زين، إذا إذا هي هذا شرح لهذا الاقتباس، فأنت شو تسوي؟ هذا يرجع يرجع يكمل هنا، يبدي بداية السطر. شلون هاي إدوارد بادية بالبداية؟ مثل إدوارد تبدي بالبداية. النقطة الأخرى، هذا أكثر من 40 كلمة جيد، لكن شنو الموضوع؟ طريقته مو هيجي ينكتب، هذا يسموه اقتباس. أكثر من 40 كلمة راح ناخذه، راح أشوف مثلا نشوف. احنا نرجع للصفحة مالتنا، أريد أقول عندي أستخدم اقتباس. أول شيء نضلل اقتباس اللي أكثر من 40 كلمة، يعني ما أعرف ليش راح التضليل منه، يسحب كله بهاي الجهة. بعدين أول سطر أيضا يسحب، أول سطر أيضا يسحب. ثانيا الفرق أنه هو المسافة واحد بس، يعني هو حالة حالها اللي قبله، لكن الفرق المسافة واحد بس. هاي ما يصير نقطتين، شلون يصير جملة بيها نقطتين؟ نقطة واحدة فقط. Act 1 Scene 1 30 to 40. لاحظ هنا أنت ماخذ من المسرحية، ماخذ من المسرحية. طيب هذه مو باسج عادية، احنا أنا ايش قلت لكم؟ توم شيكسبير يكتبها بطريقة الشعر، يعني هنا أنت مسوي لي باراجراف، مسويها أسطر، لا هو بيت شعري poetic line، يا شعر بلانك فيرس يسموه. من بحثت بجوجل ظهر لي هذا، من بحثت كتبت ظهر لي هذا. فهنا عندك هذه plots. Plots have I laid instructions dangerous by drunken prophecies, libels and dreams to set my brother Clarence and the king in deadly hate the one against the other. وهكذا إلى أنت لوين واصل؟ واصل إلى murderer shall be. Murderer shall be. The king. تريتشرس، اي هذا كله. لاحظ شو يقول لك؟ انت كاتب 30 32، انت كاتب 30، هو ما يبدي من 30، 30 يبدي I am determined to prove a villain and hate the idle pleasures of these days. فهذه كلها 30 31، هذا 32، وين ينتهي 40؟ فهنا تعدل الرقم خطأ 32 وتكتبها بهاي الطريقة مثلهم. شو هم كاتبيها؟ هيجي تكتبها بالوسط. انت عندك بالبحث وكاتب Act 1 Scene 1 Richard the Third Act 1 Scene 1، هذا نص المسرحية. نص المسرحية طبعا هو شارح ايضا، يعني هذه بفائدة لك لو هذا النص ما اعرف انت مطلع عليه او لا. كل صفحة يشرحها، كل صفحة يشرحها. فنجي نرجع للنص اللي عندنا. زين، شلون حتكون اذا طريقة الكتابة؟ طريقة الكتابة هذه اخذها كنترول سي. هذه الطريقة غلط، لازم شوف، راح اشوفك الفرق. اكتب مثلهم dangerous dreams king، dangerous اخر وحدة، dreams اخر وحدة، كينج آخر وحدة، وهكذا تبدي تباوع. ما تريد تطبع كله تنسخه،
بعدين other just treacherous وهكذا ابني. other just treacherous بعد treacherous عندك this day should Clarence closely be mewed فأكو ناقص وهكذا تكمل. من تكمل بعدين تاخذ الاسطر. الاسطر منين تبدي؟ هذه طبعا هاي الاسطر لازم تنشرح فخلي اشوف شرحك بالاخير. هذه الاسطر ما تبقى هيجي، تختار لها واحد، اختار الخط واحد هذا واحد، لكن انت يعني مختار هذا التعديل هياته التعديل شوف يكون يعني سطر تحت سطر، لكن الكتابة مفروض تكون نفس الخط كلها. نظللها ماكو داعي ندفع هاي، نرجعها ويا رقم واحد. ماكو داعي ندفع السطر الأول لأن هذا مو باريجراف عادي حتى ندفع السطر الأول. نبدي هنا نذكر قبل النقطة نذكر أكت وسين ولاين. ما يكفي يعني ما يكفي خلصت الصفحة، ممكن تنزل أسفل وتكون هنا الكتابة، هنا الكتابة تكون شكلها ندفعها نخليها هنا هذا القوس الهلالي ونكتب الأكت والسين. فهسه هذه الطريقة خطأ، هذه الطريقة خطأ وهي مو باسج. تقول شيكس تقول ريتشارد الثيرد was going to convince يعني هذا القول إذا تجي تباوع عليه، إذا تجي تباوع عليه هو من هو موجود ويا ريتشارد، من دا يتكلم ريتشارد من وياه. خلي نرجع اللي قبلها، طبعا هاي شرح، نرجع على قبلها. شوف ريتشارد انتر ريتشارد، هنا عندك ريتشارد ذا ثيرد اكت 1 سين 1 اوتسايد ذا تاور، هذا السيتنج اوتسايد ذا تاور اوف لندن ريتشارد ديوك اوف جلوستر. هي از ديوك لحد الآن، هو دوق. He is not a king. Now is the winter of our discontent. فهو إذا وحده، لما الكاتب لما الشخصية تكون وحدها على المسرح، إحنا هذه مسرحية عندنا، فلما الشخصية تكون وحدها على المسرح يعني شنو؟ يعني سولولوكوي، يعني هذا سولولوكوي يعني مناجات يتكلم بهذا السولولوكوي. سولولوكوي شنو هدفه؟ شوف لحد الآن هو وحده، هسه هذه السلوكي مستمر، اكو احد شخصية ثانية، فقط هو دا يتكلم، فقط هو دا يتكلم. اللي بعدها هذا شرح، هو ايضا يشرح لك، ممكن تستفيد منه هذا كمصدر حلو، مصدر هنا حلو، منطيك المفردات ايضا اذا ما فهمت. يكمل ايضا ريتشارد يتكلم، هاي التكملة لاين 30 32. هسه انت كلارنس اند بريكنبيري guarded guarded يعني مع الحراس. فهسه يلا خلص السولولوكوي. brother good day what means this armed guard that wait upon your grace. فهنا brother good day، هنا هو هسه brother، بس هنا دا يقول أنا لازم أخذ مكانه. هذا تشرح، هذا تشرحه، تكتبه بهذه الطريقة وتكمل وهكذا. بعدين يظهر عندك حلو، انت مقدم الـ quotation Clarence that is just as tragic in the very first scene he writes. ومن هو اللي writes؟ لا he says he announces in his in a soliloquy. لازم تكتب soliloquy، كلمة soliloquy. فنكتب بدام انه احنا بداية الـ act 1 فشقول هاي ارجعها بعد ما احتاجها. إذا بداية سطر، إذا يعني بداية فقرة، إذا مو بداية فقرة وتابعة اللي قبلها خليها هنا زين. فأقول in his أو in Richard، إذا بداية فقرة ما يصير أستخدم مجهول،
إن ريتشارد the third in Richards the third هذه شخصية فما أخليها إيطاليك first soliloquy he announces or نقول plans لأنه بالسولوكوي يكون أكو plans أو تعبير عن inner feelings he plans pardon to what فتكتب to what I'm dangerous drunken prophecies devils to set my brother Clarence and the king in dead in deadly hate of one against the other يعني يخلي الكينج والكلارنس واحد يكره الثاني and if King Edward be as true and just as I am subtle, I am subtle. هو ده يقول شلون احنا نعرف الشخصية from what he says about himself. He says about himself that he's subtle, forced, treacherous. يعني هو ده يقول أني مخادئ، أني إنسان يعني خطاء، أني إنسان يعني ذو مكيدة. This day should Clarence closely be mewed up. شنو mewed up؟ هذا الموقع يقول لك شنو mewed up إذا أنت رحت عليها شوف هاي الكلمة mewed up إذا ما لقيتها بهذه تروح على الإنترنت كلمة أعتقد يحصد أو كذا يعني يقتل should be mewed up about the prophecy which says that G من هو G of Edward's as the murderer shall be dive thoughts down to my soul here Clarence comes هذه B و G هاي نهاية السولوكوي يستخدمون فشي اسمه كوبلت هاي الكوبلت يعني جاية means two lines سطرين بيتين شعريين ينتهون بنفس الرايم G B انتهى السولوكوي فالمشاهد اللي يعني الناس اللي حاضرين بالمسرح من يسمعون حيفهمون انه انتهى لان هي هذا الاسلوب اللي هم مستخدمين يقول here Clarence comes dive اغطسي dive thoughts down to my soul I should يعني he means I should hide my thoughts because Clarence came he should not know what are my intentions فانت تشرحها بسيط انت ممكن تشرحها فبهذه الطريقة يا ابني تكمل هذا اللي قلت لك عليه